مراسلتنا من الخرطوم سهام سعيد تنضم إلينا. أهلا بك سهام، ضعينا في صورة الوضع الإنساني للاجئين الأثيوبيين، كيف يصلون؟ ما هي المساعدات المقدمة؟ هل يمتلك السودان بالفعل طاقة استيعابية لهؤلاء؟ وأين سينتهي بهم المطاف وكيف؟ نعم، مرحبا. ما زال اللاجئون الأثيوبيون يتدفقون على الأراضي السودانية، وما زالوا يعني كما تقول الأرقام بأن معدلات تدفق اللاجئين حوالي 4000 لاجئ يوميا. اليوم هذا اليوم الأربعاء عقد في ولاية القضارف اجتماع بين حكومة الولاية وبين المنظمات العاملة في مجال إغاثة اللاجئين وبين معتمدية اللاجئين بالولاية وكل الذين يعملون في هذا المجال لاعتماد آلية تنسيقية يعني استيعاب كل الجهود التي تصف في إغاثة هؤلاء اللاجئين وتوفير المأوى والغذاء والسكن والأدوية وما إلى ذلك. أيضا في هذا اليوم أشاد المندوب الدائم للأمم المتحدة للاجئين بالسودان إكزيل إيشو، أشاد بولاية القضارف وبالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها كحكومة ولاية يعني في إغاثة هؤلاء اللاجئين، وذكر بأنه الأعداد حسب ما جاءتهم حتى الآن وصلت إلى 30,000 لاجئ أثيوبي، ونتوقع بالتأكيد المزيد من التدفقات في ظل انتهاء المهلة التي منحها أبي أحمد لجبهة تحرير تيغراي حتى تنهي القتال بشروطها المحددة. نتوقع أن تزيد وتيرة القتال والعمليات العسكرية خاصة من قبل الحكومة الفيدرالية الأثيوبية. إذن أعداد اللاجئين تتزايد. المندوب الأممي للاجئين في السودان ذكر بأنه الأعداد تتزايد، وقال بأنه الآن يعني الخبر الجيد الذي قاله بأنه الآن المنظمات مستعدة لإرسال الإغاثة لهؤلاء اللاجئين، ويبدو أننا قريبا موعودون بإغاثات دولية ستتدفق على هؤلاء اللاجئين، وينبغي أن تكون بقدر هذا العدد الهائل الذي يستقبله السودان في كل يوم. ولاية القضارف وولاية كسلة هما الولايتان اللتان تستقبلان اللاجئين، ولكن المعسكرين اللذين أعدا لاستقبال اللاجئين بصورة رئيسية هما في ولاية القضارف، معسكر أم راكوبة ومعسكر الطنيطبة، تم تأهيلهما مجددا لاستيعاب اللاجئين. والمسؤول الأممي أيضا دعا ولاية القضارف ودعا الحكومة السودانية لإنشاء يعني المزيد أو الجديد من المعسكرات لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين الأثيوبيين التي تتدفق يوميا على الأراضي السودانية من خلال ولايتي القضارف وكسلة. سهام سعيد مراسلتنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.